أطفال الشوارع للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيدة النائبة. أعطيوا الصوت للسيدة النائبة. شكرا. السيدة الوزيرة، ما هي سياسة حكومتكم لمعالجة ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم في الشارع؟ شكرا السيدة النائبة. تفضلوا السيدة الوزيرة. قبل أن أتحدث عن الأطفال أريد أن أنوه بهذا الحضور النساء الثلاثي من على المنصة، وأريد أن أتمم ما وصل إليه المغرب من تقدم ومن إنصاف مما تترجمه هذه المنصة المحترمة. أولا سؤال مهم جدا، وطبعا هناك العديد من المبادرات، هناك برامج وهناك إصلاح لمؤسسات، وهناك كذلك شراكات مهمة على المستوى الوطني للنهوض بحقوق الأطفال في الشارع وغيرهم من الأطفال في إطار السياسة العمومية المندمجة التي أطلقتها الوزارة منذ عامين. شكرا السيدة الوزيرة. تعقيب السيدة النائبة. السيدة النائبة. السيدة الوزيرة، البارح مات طفل في تطوان، طفل الشارع، والشاب اللي طلع للبوطو ديال الضو في مراكش وقال لهم ما نزل الا ما جات الصديقة ديالي اللي تخلات عليا، هذا عطى واحد المثل ديال الصدق وديال الارتباط ديال هاد الأطفال. وأيضا بطل ديال الفيلم علي زاوى اللي وصل بطل عالمي، نجم عالمي، الآن اضطر باش يرجع للشارع. اليوم عندنا العشرات الآلاف ديال الأطفال في الشارع، وسياسة القديمة والجديدة ما قدراش تصلح هاد الظاهرة. هاد الناس باش يمكن لينا نصلحوا هاد الظاهرة تيخصنا نقضيو على الفقر، نقضيو على الهشاشة والبطالة والجهل والأمية، وخصنا نحميو الأطفال، عندهم حقوق في القوانين ديالهم ديال عدم التشغيل، ديال إجبارية التعليم، ديال يعني الحماية ديالهم من الاعتداءات الجنسية والاقتصادية والاجتماعية. أيضا خصنا نفتحوا مراكز كثيرة، راه المراكز اللي كاينه الان لان ضروري خصهم يدوزوا على المراكز باش يتم يعني الاندماج ديالهم داخل العائله ديالهم. عندنا اقل من 10% اللي كيستافدوا من هاد العمليه ديال يعني المتخصصه، والباقيه كتبقى في الشارع. السيده الوزيره، السياسه ديالكم ماشي سياسه اجتماعيه، لان لو كانت اجتماعيه لو كان راقضات على هاد الظاهره مش حال هذه. لهذا تنسالكم، تنقول لكم السيده الوزيره، الا كان بالفعل كاينه اراده تيخصنا نمشيو للعمق ديال المشكل نعالجو. شكرا السيدة النائبة. شكرا. شكرا. إذا نمر إلى التعقيبات الإضافية. لا تعقيب إضافي داخل القاعة. إذا نمر إلى السؤال الموالي. تفضل تفضل تفضل. السيدة النائبة، أولا إلا كنتي متبعة وعرفتي بأن هذه السياسة العمومية اللي طلقت 4 ديال البرامج، منهم 2 لصالح الأطفال في الشارع. الأول هو برنامج مدن بدون أطفال في الشارع اللي اليوم كيدخل في إطار تنزيل المخطط التنفيذي للسياسة العمومية. الثاني اللي هو يا برنامج مواكبة ديال الأطفال اللي كيوصلوا 18 سنة وكيكونوا من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وكيضطروا يخرجوا لأنهم بلغوا 18 سنة، اليوم كاين واحد البرنامج مواكب. وهناك كذلك برنامج ثالث. شكرا للسيدة الوزيرة. شكرا. ما عرفتش. شكرا. شكرا.